فيروس خطير وباء منتشر، شو الحل يا شيخ لوقت ايش الحكي هذا؟ أياما معدودات. صدق الله العظيم، يعني الحمد لله رب العالمين انه الاصابات خفيفة والوفيات برضو الحمد لله رب العالمين انها خفيفة. يا شيخ شو بتحكي في الموضوع؟ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. يعني بقولوا أنه الرعاية الصحية يعني لها علاقة كبيرة في هذا الموضوع، كيف نحقق الرعاية الصحية الصح في الموضوع؟ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. طيب يا شيخ يعني الملابس أكيد وسيلة يعني لنقل هذه العدوى وهذا الفيروس، شو الحل؟ وثيابك فطهر. يعني هل يجوز لنا ترك منازلنا والخروج إلى الخارج لأمر غير ضروري يا شيخ؟ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. شيخ كثير من الناس بحس عليهم أنهم بياخدوش بالتوصيات والرعاية الصحية الصح. ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. طيب يا شيخ ماشي، بس بخصوص الموضوع الحجر البيتي هذا والناس كلها بدورها وسكرت محلاتها وسكرت أشغالها وأعمالها وسكرت يعني مصانعها وتوقف حالها، شو بنحب نحكي لهم؟ وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. كتير من الناس ببثوا الشائعات والأخبار الكاذبة عشان يخوفوا الناس ويروعوهم، شو بتحب تحكي لهم يا حجر؟ المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة. طيب يا شيخ يعني كتير ناس او احنا سمعنا انه ممكن هذا الفيروس يكون هو عبارة عن فيروس مختلق من احدى الدول بهاجموا فيها المسلمين، شو بدنا نحكي؟ وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. طيب يا شيخ في النهاية يعني شو الحل؟ كيف نخرج من هذا الابتلاء وهذه الصعوبات؟ الله ينجيكم منها ومن كل كرب. ونعم بالله العظيم. وهكذا أعزائي المشاهدين نحن نسأل والقرآن يجيب.